مثير ذلك العالم، فما إن تدخل في أعماق تلك الشفرات حتى تتكشف الحقائق، وكأنها عيون زرعت لترصد كل شيء. في صراع العرب مع إسرائيل كان لحرب الاستخبارات وزن كبير، لكنها بقيت ألغازاً وأسراراً معظمها لم يحل حتى الآن. عبد الودود سلطان أحد تلك الألغاز التي لا يعلم عنها الكثيرون. هنا في مدينة مادبة جنوب عمان التقينا عبد الودود سلطان. هو ضابط متقاعد من قوات الأمن العام الأردنية، أو ما كان يعرف بقوات الفرسان، إحدى التشكيلات العسكرية داخل الجيش الأردني إبان الخمسينيات. كان متخصصاً في وحدات الاتصال والإشارة، فهو ضابط اتصال محترف. من خلال عمله تمكن من تحقيق اختراق استخباراتي في دولة الاحتلال الإسرائيلي أواخر الستينيات، وها نحن اليوم نحاول فك هذه الشفرة التي لا يعرف عنها الكثير. أنا التحقت في جهاز الأمن العام 56 في شهر 10 في 15/56. تدربت في مكان التدريب موقع اسمه العبدلة في عمان. سابقا كان الجيش العربي والأمن العام كان جزء واحد. على 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 وقتي أنا إجوا مسؤولين من الأمن العام ونقوا 22 فرد من أصغر الأفراد اللي بتتدرب في الميدان، وأنا كنت من أحد 22. ودونا دورة عامل لاسلكي، وهذه الدورة أول مرة تعقد في رام الله في فلسطين. أكملت الدورة طبيعي في رام الله أنا وزملائي، ثم وزعنا إلى الأردن، محافظات الأردن. فكان يعني أول عملي في محافظة إربد. في إربد طبيعي في هناك مقاطعات وفي ألوية ومناطق فيها يعني محطات اتصالات. في أروقة جهاز الأمن العام الأردني تلقى عبد الودود تدريباً مكثفاً، فقد تعلم استخدام أجهزة الاستقبال والإرسال، كما وأتقن عمل الشفرات وحلها. وخلال وحدة الضفتين بين الأردن والضفة الغربية تنقل عامل اللاسلكي عبد الودود بين عدد من مدن الضفتين، ثم انتهى به المطاف في مدينة الخليل، حيث كانت فيها محطة للاسلكي مرتبطة بشكل مباشر مع المحطة المركزية في العاصمة عمان، وكان يتلقى تعليماته من هناك. سنة 59 نقلت إلى فلسطين في نفس القدس منطقة وادي الجوز. اشتغلت هناك وتنقلت زي ما تنقلت في الأردن، تنقلت في الضفة الغربية، بعدين استقريت ببيت لحم فترة، بعدين ذهبت للخليل. في الخليل من الستينات، من 61 إلى 67 لما سقطت الضفة الغربية بيد اليهود. في يونيو حزيران عام 67 اندلعت حرب الأيام الستة، الجيوش العربية وجهاً لوجه مع إسرائيل. لكنها سرعان ما منيت بخسارة كبيرة. على الجبهة الأردنية أيضاً كانت الخسائر فادحة. مع كل يوم كانت الجبهة الأردنية تنحسر أكثر فأكثر. أيها الرجال في أرض المعركة،
في مواقع الشرف والكرامة والفداء والتضحية. اصمدوا، اصبروا، صابروا، رابطوا، اقتلوهم حيث وجدتموهم، بأسلحتكم، بأيديكم، بأظافركم، بأسنانكم. إخوانكم في العروبة معكم في هذه المعركة البطولية التاريخية. ثم سقطت الضفة الغربية في قبضة الاحتلال، وسقطت معها القدس، وكأنما زلزال ضرب الأردن حينها. في تلك اللحظات كان عبد الودود يتلقى أوامره عبر وحدات الاتصال من القيادة المركزية. كان الوضع مربكاً للغاية. قبل ما تدخل اليهود وعز إلي أني أخذ جهاز اتصالات وأضعه في منطقة خالية بعيد عن الخليل. في اليوم الثالث دخلت اليهود الخليل. أنا جاني أوامر بإتلاف الجهاز وحرق الشفرة، فطبيعي الشفرة حرقتها. هدأت المعارك على الأرض، لكن عبد الودود قرر أن يبدأ معركة من نوع آخر، معركة الاتصال والمعلومات. قام باستخراج جهاز الاتصال الذي كان بحوزته. لم يعمل الجهاز على الفور، فقد قام بإعطاب إشارته إبان معارك 67 وفقاً للأوامر العسكرية. عمل كثيراً على إصلاحه وإعادته للخدمة، فقد كان يدرك أهميته في تلك الظروف، وبعد محاولات متكررة ها هو يتمكن من إصلاحه. وفي لحظات وصلت الإشارة إلى المحطة الرئيسية في عمان. تمكنت من إني أفك الدينامو الخربان وحطيتها ورحت أصلحت الجهاز. أصلحت الجهاز، أنا ما فيش بيني وبين الأردن يعني ارتباط، فاتصلت أنا بالمفتوح، طلعت على المحطة الرئيسية في عمان وقلت لهم أنا فلان أصلحت الجهاز خدمة لله والوطن والمليك، تعليماتكم. طبيعي في عنا تعليمات في الاتصالات، لما بيجي بدخل محطة بتيجي بتدخل على نقطة معينة زي هيك بصير صمت لاسلكي، يعني لازم الكل يصمت. فطبيعي أنا طلبت المدير تبعي اسمه فؤاد حمقة، شركسي، رجل طيب، كان في هداك الوقت مقدم. وإحنا كعمال لاسلكي مع الممارسة بس تحط إيدك على المفتاح البرينتر تعرف مين اللي مقابلك بطريقة، يعني كيف واحد الخط تبعه ولا شيء. فأنا أعرف كيف يعني صوت فؤاد بيك، فقلت لهم بدي المدير. قال انتظر 10 دقائق. انتظرت في حدود 10 دقائق وإجا المدير وأعطاني اصطلاح إني أنا أحول لموجة معينة بحيث إنه جميع المحطات ما تسمعش. تحولنا إلى نقطة معينة وعيناها، بدأت أخذ تعليمات من عندهم من الأردن. فسوينا شفرة حديثة مشان نرسل البرقيات أو التعليمات أو الإشي. وطبيعي بدأنا يعني بالاتصال.
عندها بدأت عمليات التواصل بينه وبين القيادة في العاصمة عمان. من جبال الخليل كان عبد الودود يرسل الإشارات الواحدة تلو الأخرى في ظروف غاية في التعقيد. كان حريصاً على نقل كل ما يشاهده ويرصده، فقد كان عيناً عربية ترصد تحركات إسرائيل بشكل تفصيلي. وطبيعي عمله هذا هو بيشتغل على الارتي يعني بالكلام، وبيشتغل مرس. المرس عبارة عن مفتاح بيقطع الإشارات اللاسلكية، ترسل أنت يعني مثلاً بدي أنا أقول عزام ددا 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 ددت ددا ددا، يعني الشحطة هي تعطي أكثر من النقطة. فهذا هو يعني كان الاتصال المرس، اسمه المرس، وهذا اسمه دولي. فالشطارة في عملية المكتومية تتعلق بالشفرة، بأنك أنت تتخذ طريق يتغير معك كل يوم مشان إيش ما يكشفك العدو، أو لو استلمها يقدرش يحلها. لكن في الوقت نفسه فرض الاحتلال واقعا جديدا داخل الضفة الغربية، طال معظم الناس، كما أنه طال منتسبي جهاز الشرطة الأردنية المحلية في الضفة الغربية، إذ أجبرتهم إسرائيل أن يعملوا لصالحها، منهم عبد الودود والذي عمل شرطيا في إدارة السير في مدينة الخليل. اتهمت أنا طبيعي من قبل الناس بأنه أنا جاسوس. ليش؟ لأنه أنا بخالف سيارات، وخالفت السيارات بيعرفوش الناس ليش أنا بخالف. أنا بخالف مشان تغطية لعملي. في ناس كانت تشتغل معي بس ما يعرفوش إنه أنا عندي أجهزة اتصالات. ناس بتحب وطنها كانوا يقدموا لي معلومات، وأنا المعلومات أقدمها، أو أنا المشاهدات اللي أنا أشوفها أقدمها. طبيعي في الفترة هذه أنا اشتغلت مع إسرائيل مباشرة مراقب سير، وهذه المراقبة السير كانت سبب في أن أنا يصير عندي نوع من الاطلاعات، يعني عندي حرية التنقل. ما فيش واحد مواطن بيقدر يخش معسكر، فهمت كيف؟ فكنت أروح أوقف على مفترقات الطرق اللي قريبة من المعسكرات الجيش الإسرائيلي. بعدين كان العمل العملاء، في هناك عملاء كانت تعمل ضد الناس، كنت أقدمها، فهمت كيف؟ في أشياء سياسية أقدمها، اجتماعات، مواضيع اقتصادية. مثلاً تعاون ناس من أهل نابلس مع السلطات مع اليهود بتغيير بتزييف العملة الأردنية، وهي كانت من فئة 5 دنانير، ما كانش أكثر من 5 دنانير، فهمت كيف؟ كنت يعني أي إشي أنا أقدم يصير في المنطقة. في أحد الأيام أرسلت غرفة العمليات في الأردن استدعاء عاجلا لعبد الودود، عليه أن يأتي فورا إلى عمان، فقد انتابهم شعور بالريبة والشك تجاهه. في أثناء عملي أنا وتغييري في مواقع وضع الجهاز، مرة في بير، مرة في مغارة، مرة في تحت شجر، مرة في بيت، طبيعي هذا بيغير صوت الجهاز، فبصير في شك عند المستقبل. فصار عند الحكومة الأردنية شك إنه أنا مضغوط علي، أرسلت معلومة وشكوا إنه هذه المعلومة مش مضبوطة وأنا مجبر إني أقولها، فقالوا لي أحضر إلينا. فبالفعل رحت على إحدى الرجالات المسؤولين وأخذت إجازة طبية، وسحبت حالي وطلعت مع سمع سيارات الحيار باسم مستعار، كنت كيف؟ ودبرني الشوفير وقطعني. فطبيعي لما وصلت الشونة
الزلمة تركني راح. فأنا رحت مسكوني الشرطة ودوني لوين؟ لمخفر الشونة اللي هو في الشونة نفسه. قلت له إذا سمحت بتحكي مع الباشا بتقول له النمر عندي، النمر عندي، المسؤول عني اسمه معن أبو نوار. وبالفعل وصلت مديرية الأمن العام، هذا في أول ليلة. توصلت المديرية أنا هناك، يعني حقيقة يعني المنظر اللي أنا شفته من معن بدي أدب الطاولة، يعني حرارة اللقاء زي ما تقول. فالمهم هو بيقول لي جميع ما أرسلت إنا صح وحقيقة، كل اللي كنت ترسلنا إياه موجود وصحيح، والبلد بتنغل بالموساد وغيره وغيراته. فأنت الآن في الحضانة، إحنا جبناك مشان نفهم، شكينا إنه أنت مضغوط عليك. فأنا فهمت قلت له لا، إحنا تغيير مكان الجهاز بيعطي صوت آخر، فهمت كيف؟ فطبيعي حلت المشكلة. وبعدين قعدت أنا يومين ثلاثة في الأردن، والمهم إنه أنا نزلت سيارة معي، أخذوني على جسر نابلس. من نابلس طبيعي روحت على الخليل. في أعقاب حرب 67 نشط العمل الفدائي على الحدود الأردنية، إذ كان الفدائيون يتخذون من المخيمات الفلسطينية الموجودة هناك قاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتهم، وكانت إسرائيل تحاول إيقافها والرد عليها بشكل متكرر. ثم اتخذت قراراً حاسماً بوقف عمليات الفدائيين بالقوة. في 68 في بحر 68 الناس اللي بتشتغل معي جابت لي معلومة، المعلومة بتتعلق بقضية إن قيام اليهود بعملية ضد الفدائية الموجودين في الأردن، والمعلومة بتقول بدهم يجتثوهم. فقرروا إنه يدخل الأردن ويطهروا هذه المنطقة. فكان الموعد بعد شهر 2. فآخر ملاحظة إجت إلي إنه بدهم يدخلوا بلباس أردني وبدبابات أردنية، كان التخطيط هيك. وبعدين بيومين ثلاثة إجت معلومة قال لا خلاص بدهم يدخلوا بأسلحة إسرائيلية عادية. فوضعوا 15,000 جندي خط دفاع تاني في منطقة اسمها النبي موسى أو الخان الأحمر، هذه قبل ما تصل القدس بشوية بعد عقبة جبر. و15,000 بدهم يدخلوا فيهم الأردن. فبالفعل دخلوا الأردن. دخولهم الأردن، دخلوا الأردن من الساعة 5. أنا مرسل المعلومة إنه هي هيك تيكت، وهي 15,000 في الحتة هذه و15 بدهم يدخلوا. فالمفروض إنه يكون حذر، مش يخلي الجيش الإسرائيلي يصل السلط. يقول عبد الودود إنه قام بإرسال إشارات تحذير متكررة إلى القيادة الأردنية تفيد بقرب وقوع هجوم إسرائيلي على الحدود الأردنية لاجتثاث الفدائيين. أرسلت الإشارة بشكل متكرر، لكن الهجوم الإسرائيلي كان أسرع. في 21 من آذار مارس عام 68 اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي الحدود مع الأردن. تصدت مجموعات من الفدائيين للهجوم،
والتحمت المعارك. ثم تدخلت المدفعية الأردنية التي بدورها حسمت المعركة. يضيف عبد الودود أنه كان بإمكان الأردن التعامل مع إشارته في وقت مبكر، لكن الرسالة فقدت زخمها بشكل لا يمكن فهمه. أكثر من هيك ما عملت، لأنه أنا ما بقدرش أعمل، أنا من قاعد بشتغل جاك عندهم، ما بقدر. بس أنا خبر، أنا خبر خبرت، فهمت كيف؟ وهذا بيرجع إلهم هم، هم المفروض إنه هم يتمسكوا في الخبر ويعملوا إجراءات. معلومة اللي أعطيتهم إياها صار عندهم علم، وهم تصرفوا غلط، المفروض يكون تصرفهم غير. يعني أنا بقدرش أجي يعني أكثر من هيك ما في عندي معلومة اللي أنا أقدمه كما وردني. في أعقاب الكرامة استمر عبد الودود في عمله، لكن إسرائيل شعرت بأمر غريب، إذ كانت عيونها أيضاً منتشرة في كل مكان. وفي أحد الأيام تحديداً في شهر أيلول سبتمبر عام 68، التقطت وحدات الاتصال الإسرائيلية إشارات غريبة، فرصدت تلك الموجة وبحثت عنها، وفعلاً وصلت إلى عبد الودود. اعتقل من بيته فجراً، وتمت مصادرة الجهاز الذي كان بحوزته. توصلوا إنه في واحد موجود بودي معلومات، فهمت كيف؟ وبعدين كان اليهود تطلع تفتش بمعين اتجاه سيارات لاسلكية بنفس المحيط من منطقة اسمها كفر عصيون والعروب إلى أن تصل حدود السبع باتجاه الشرق. لما أنا كنت بأشتغل على الجهاز معين الاتجاه يجيب لهم، لكن ما يلحقوش يمسكوه أو يعرفوا وين النقطة. فدققوا طبيعي هم مع العملاء وجمعوا معلوماتهم ومهارتهم والقبض عليه. تعرض عبد الودود إلى رحلة تحقيق عنيفة. كانت إسرائيل ترغب في أن تعرف كل شيء، كان بالنسبة إليها صيداً ثميناً. أنا ما اعترفتش، قلت الجهاز هذا معطل، وقالوا لي إنه ليش طيب أنت ضل معك المال، ليش ما سلمته؟ قلت لهم إنه أنا ما أقدر أسلمه لأنه هذا عهدة الأردن، فأنا كيف بدي أنا أسلم وبعدين يجوا يعدموني اليهود الأردن. فأنا دمرته وخلص ما أشتغل، وهيو افحصوا وشوفوا. فجابوا الجهاز وجابوا خبير فني من عندهم وفحص الجهاز، فحص الجهاز وجد الجهاز صالح لثلاثين كيلو، مدى 30 كيلو. فأنا بقول له اسأل الفني قديش المسافة بين الضفة، يعني بين الخليل وبين عمان. الفني بيقول أنا ما رحتش عمان إلا أعرف قديش المسافة. قلت له لا، المسافة فوق 65 للسبعين كيلو، فكيف أنت بتعطي صلاحية وهو غير صالح؟ فهذا غير صالح. فأعطوني تهمة، جابوا لي تهمة إنه أنا موعز وأنا في السجن للشرطة العرب اللي بيشتغلوا معي كانوا، إنه يدخلوا على قاعة المحكمة ويخربوا الجهاز. اقتنعت هيك يعني السلطات الإسرائيلية وأدانوني بهذه الطريقة. كانت حياة السجون قاسية على عبد الودود، فبين التحقيق والتعذيب معركة لانتزاع المعلومات خاضها عبد الودود في غياهب الزنازين. في فترة التعذيب، أول إشي أصعب إشي في التعذيب النفسي. يعني شوف، الضرب سهل، الضرب جسمك بتحمل هواتين ثلاثة بعدين بيغمى عليك، شو ما يصير بعدين.
لكن اللي بيحرقك واللي يعني بيأثر عليك إنه الناحية النفسية اللي أنت بتشوفها. إحنا مثلا 16 زنزانة خرخشت المفاتيح تبعت السجان وهو ماشي، ترهبك أكثر من الضرب، فهمت كيف؟ فطبيعي بيجي واحد واحد تسمع أنت الصوت اللي منضرب، بتضل تسمع أصوات لغاية ما يجيك أنت دورك. تعذيب إهانة، لأنه كانوا في سجن عسقلان، هذا كانوا يجيبوا اليهود يفرجوهم إن تعشوفوا أنتوا الناس اللي بتخافوا منهم، شوفوا كيف يوم بيمشوا أذلاء في ناس، يعني كانوا يسلقوا البيض ويحطوه تحت أبطهم ويضغطوا عليهم حتى البيضة تفوت في اللحم، ويحطوا الإقلام بعيد عنك في 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 بشر الإنسان. في ناس تعرضت، لكن أنا أكثر من الضرب والبوكسات والبرابيج ما فيش، يعني نتفوا لي قسم من شنبي، نتف كسروا لي طاحونتين. خلال التحقيق الصعب والمعاناة القاسية التي تعرض لها عبد الودود، حاول المحقق الإسرائيلي استمالة عبد الودود لصالحه، لكن دون فائدة. وفي أثناء التحقيق عرض علي من الضباط الكبار الإسرائيليين إنه أنت الآن محكوم 25 سنة، فليش أنت ما إنك أنت تمشي معنا زي ما بدنا وتقعد معزز مكرم، نعطيك رتبة كويسة والجهاز اللي إحنا جبناه من عندك نفتح لك في مكتب وتصير تتصل فيه مع وين ما بدنا إحنا. طلبوا مني هذا الطلب، فطبيعي أنا قلت له يعني أنت حكمتوني لأنه بتقولي أنا جاسوس، فكيف بدك أن أتجسس على الأمة العربية؟ طبيعي ضربوني وقال للعسكر اطلعوا برا. حكم على عبد الودود سلطان بالسجن المؤبد 99 عاما، لكنه قضى في السجون الإسرائيلية 5 سنوات. ففي عام 1973 تمكنت البحرية الأردنية من إلقاء القبض على ضابط إسرائيلي ضل طريقه في المياه الأردنية في منطقة العقبة، وما إن وقع الجندي الإسرائيلي في القبضة الأردنية حتى طالبوا بمبادلته بعبد الودود سلطان. في البداية رفضت إسرائيل إجراء التبادل، لكنها ومع استمرار المفاوضات رضخت أخيراً، وفي عام 73 أفرج عن عبد الودود وقاموا بإبعاده إلى الأردن على الفور. يوم الجمعة الساعة 11 عبد الودود سلطان بكل سيوت، يعني يا عبد الودود اطلع بكل أوعيك. قبل ما إنه يجيني الأمير هذا كنت قاعد أنا في غرفة فيها 48 سجين، إجا السجان والمفاتيح بترج، بقول لهم يا إخوان من المساجين خاطركم أنا إن شاء الله مروح بالشكل هذا. فهو جاء الشرطي فتح الباب قال عبد الودود سلطان بكل سيوت، يعني أوعيك هات أوعيك. طبيعي حطوني بسيارة، السيارة بيستخدموها زنزانة، ودوني لوين؟ للمسكوبية في القدس. ودوني يوم الخميس، يوم الخميس ودوني. يوم الجمعة الصبحيات ركبوني ودوني على الجسر. فأثناء وإحنا طالعين في رأس العمود بطلع أنا
أودع بطلع على الأقصى. بتقول لي واحد شاويش راكبه معي، تقول لي شيف، شيف يعني اقعد اجلس، هذا مش إلك. بدهاش أطلع على الأقصى، صور حديت وين. أفرج عن الشرطي الأردني عبد الودود سلطان عام 73، وتمت ترقيته إلى رتبة ملازم أول في قوات الأمن العام. فجيت أنا هوني على الجسر، وزي ما قلت لك أنه بلغوني أنه أنا ملازم أول، وودوني على 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 عمان طبيعي، وودوني للفحوصات الطبية، ودوني إلى المستشفيات تبع أمريكا، بدهم يشوفوا إنه أنا عقلي سليم ولا مش سليم. أنت عسكري كيف صرت لما أخذت هي إجتك نجمتين؟ شو موقفك؟ شو مش عارف إيش أشياء زي. فكان أنا جوابي لهم قلت لهم النجمتين اللي أخذتهم ما بسويش ضربة في زنزانة. أنت كيف؟ فطبيعي التحقت أنا في الأمن العام، رجعت لوظيفتي. ودخلت دورة تدريب تاني لتجديد معلومات، واستلمت عدة مناصب. استمريت في الأمن العام إلى سنة 76، لواحد 11/76. واليوم يعيش عبد الودود سلطان في مادبة جنوب العاصمة عمان. سر من أسرار الصراع العربي الإسرائيلي لا يعلمه أحد، يعاني التهميش والنسيان. فعلى الرغم من تكريم جهاز الأمن العام له عام 2000، إلا أن ذلك برأيه لم يكن كافياً، خاصة بعد تلك العقود الطويلة التي قضاها وحيداً. تكريم اللي حصل منهم يعني بتقدرش أقول تكريم، مش ما يعني هم دعوني وبتأسفوا، يقول لك إحنا منفكرك إنه أنت عايش في الضفة الغربية ومنعرفش إنك أنت هون. هذا غباء طبيعي، مش معقول يعني، فهمت كيف؟ فهم يعني بيعتبروا إنه بيقدموا إلي أعذار، فهمت كيف؟ وما في منه الكلام هذا، ما قدموا ولا إيش. وحاولت إن أنا يعني أقابل الملك عدة مرات إلا إنه رفض أبداً، ما قابلت الملك، ولو قابلت لأخذت حقي. لكن إحنا مع الله إن شاء الله، هدفنا يعني الحمد لله رب العالمين.